الملكي الأميرة سيما عباس المعظمة. ضيوفنا الأعزاء، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بمناسبة غالية علينا جميعاً. إنه يوم فرح وسعادة، يوم يسر قلوب الأمهات والآباء. أهالينا طبعاً، قبل ما نبلش هالحفل الكريم، يعني بنعتذر عن الظروف الخارجة عن إرادتنا اللي صارت، يعني ما بنقدر نحكي عن هالأمطار إلا إنها أمطار خير. وشو رأيكم نتفق نسمي هالفوج الاستثنائي فوج الخير؟ تمام؟ إنه لمن دواعي سرورنا وامتناننا أن تكونوا معنا في هذا اليوم العظيم لتشاركونا فرحتنا بتخريج هذا الفوج العزيز، فوج الخير. كما يسعدنا أن نرحب بالخريجين القدامى لأكاديمية عمان، والذين هم الآن أهالي أطفالنا الخريجين لهذا اليوم. سنقوم لاحقاً بدعوتهم لأخذ صورة مع أولادهم على المنصة. دعونا الآن نرحب معاً بأطفال الروضة الخريجين لهذا العام 2023.
أهالينا بنطلب منكم لو سمحتوا تتفضلوا تقعدوا على الكراسي. هاي الفقرة رح تكون للصفوف كيدي 2B D و E. الصفوف الثانية الفقرة اللي بعديها. أهالينا لو سمحتوا بنطلب منكم تتكرموا تجلسوا على الكراسي لو سمحتوا عشان نبلش الحفل. تمام. أترك الكلمة الآن لمديرة الروضة مس دانا علو. صاحبة السمو الملكي الأميرة سيما عباس، أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، الكادر التدريسي والهيئة الإدارية، الأهل الأعزاء، ضيوفنا الكرام، يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لتخريج الفوج 30 لروضة أكاديمية عمان. يقال إن أفضل وقت لزراعة شجرة هو قبل 20 عاماً، وثاني أحسن وقت هو اليوم. اليوم يمكننا أن نغرس في أطفالنا القيم والمهارات لدفعهم نحو ما هو قادم بجرأة وعزيمة. فطموح كل منا أن نرى هذا البلد يزدهر بثرواته، وهو هذا الجيل القادم. وقد قالوا: كيف يمكن للبذرة أن تصدق أن هناك شجرة ضخمة مخبأة بداخلها؟ أعزائي الأهالي الكرام، ما نبحث عنه، ما نطمح له، موجود بداخلنا. نحن فقط علينا أن نرعاه ونظهره. فشكراً على ثقتكم فينا في رعاية أبنائكم. لقد كنتم شركاء لنا في هذه الرحلة. حبكم، تشجيعكم ودعمكم لا يقدر بثمن. اليوم هو شهادة على تفانيكم أيضاً، ونشارككم الفخر والسعادة. معلمات الروضة، نقدر عملكم الجاد في وضع أسس راسخة للنمو الأكاديمي والشخصي لصغار المتعلمين. شكراً لجهودكم، ويعطيكم ألف عافية. اليوم بلا شك يوم مليء بالمشاعر المختلطة، فبينما نحن مسرورون بمشاهدة نمو وإنجازات طلابنا، لا يمكننا أن نمنع أنفسنا من الشعور بلمحة من الحنين والاشتياق، ونحن نودع هذه العقول الشابة المشرقة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عائلتنا في الروضة. اسمحوا لي أن أوجه رسالتي للخريجين باللغة الإنجليزية. Dear KG2 graduates, as you transition to the next phase of your educational journey, always remember the first family you made at Amman Academy. We will always be here to cheer you on and celebrate your achievements as you transition from one grade to another and one stage to another. Cherish the friendships you have made. Continue to explore the world with curiosity and embrace challenges with determination. Dream big, KG2, for you have the potential to achieve greatness. On behalf of the entire school community, I congratulate each one of you, our future leaders, thinkers, and change makers. We have no doubt that you will make a positive impact no matter where your paths may lead. As you receive your certificates today, let the excitement and happiness of this moment fill your hearts. We love you, KG2. We value you, and we will miss you. وفي الختام، بتمنى لمدرستنا العريقة مزيداً من النجاح وكل التوفيق للخريجين، وألف مبروك. شكراً. شكراً مس دانا. والآن أترككم لتستمتعوا بمقطوعات غنائية يؤديها حبايبنا الأطفال.
Thank you.
أهالينا. أهالينا هلأ بدنا نرحب بالفوج الثاني اللي هم الشعب A, C و F. الرقصة طيب أوكي أعذروني معلش. هلأ في رقصة, في رقصة محضرين لكم ياها نفس الفوج كما عودناكم في روضة أكاديمية عمان على المفاجآت السارة. قام أطفالنا الأعزاء بتحضير لوحة موسيقية معبرة لتوديع هذا الحفل الكريم. هلأ في رقصة حلوة كتير رح تعجبكم. KG2 حبايبي سامعيني؟ اوكي get ready. Yes, you get your tambourines. Eyes on Miss Layla please. Eyes on Miss Layla.
واو واو واو، صراحة مبدعين صح؟ بيستاهلوا كمان زقفة. هلا صار دور الجزء الثاني، الشعب الثانية اللي هي A و C و F. بدنا نرحب معاهم مع بعض بأطفال الروضة الخريجين لعام 2023. Thank you.
تفضلوا بالجلوس أهالينا. وهلأ رح أترك الكلمة كمان مرة لمديرة الروضة مس دانا علو، حابة تقدم كلمة، توجه كلمة للخريجين. صاحبة السمو الملكي الأميرة سيم عباس، الأهل الأعزاء، بس اسمحوا لي أوجه كلمتي للخريجين باللغة الإنجليزية. Dear KG2 graduates, as you transition to the next phase of your educational journey, always remember the first family you made at Amman Academy. We will always be here to cheer you on and celebrate your achievements as you transition from one grade to another and one stage to another. Cherish the friendships you have made. Embrace challenges with determination and continue to explore the world with curiosity. Dream big, KG2, for you have the potential to achieve greatness. On behalf of the entire school community, I congratulate each one of you, our future leaders, thinkers, and change makers. We have no doubt that you will make a positive impact no matter where your paths may lead. As you receive your certificates today, let the excitement and happiness of this moment fill your hearts. We love you, we value you, and we will miss you, KG2. Shukran. Shukran, Ms. Dana. جاهزين, KG2? والآن سأترككم مرة أخرى لتستمتعوا بمقطوعات غنائية يؤديها حبايبنا. Yeah.
أهالينا. هلأ بدي تجهزوا حالكم للوحة الموسيقية المعبرة، يمكن حفظتوها فبتقدروا هلأ تساعدوهم. Thank you.
برافو برافو، أبدعتوا حبايبي عن جد. أهالينا، بس بحب أنوه، كان مع أطفالنا وخريجينا الصغار، خريجينا الكبار اللي هم دفعة النجوم، يعني اليوم دفعة النجوم وفوج الخير، شو بدنا أحلى من هيك؟ نرجو أن تتفضل الآن صاحبة السمو الملكي الأميرة سيما عباس ومديرة الروضة مس دانا علو بتسليم الشهادات للخريجين. رح نبلش بكي جي 2F. كي جي 2F مس لارا حداد، مس راما القاقة. أمير إبراهيم أبو عودة. آية حسان أبو ميزر.
تيا أسامة عريقات. جاد أسامة إدريس. جاد محمد عبد الله. جوانا إيهاب مرقة. خالد محمد الزعبي. داوود عبد الله الأصبحي. سليمان أمجد سليمان. علي باسم الهرش. فيصل فراس الزبن. قاسم محمد رشيد. لمار زيد الشوابكة. مصطفى أمين البكر. ميلا سميح السعيد. نايا عز الدين لبادة. نايا فلاح بيشات. هاشم هادي سنقرط. أنا السعيد ابنة خريجتنا السيدة حنين الجعبري، فلتتفضل لأخذ صورة على المنصة. يزن محمود الغول. وهلأ KG2A.
KD2A, Miss Majd Zahran, Miss Hanan Shhadeh. أحمد عمرو مرعب ابن خريجتنا السيدة صبا النجداوي فلتتفضل لأخذ صورة معه على المنصة. الريم عبد الله العساف تالا محمود دراغمة تيم محمد كلبونة جوانا طارق نصر خالد محمد علو سلمى محمد عفانة سيف محمد دراغمة صوفيا إبراهيم الخطيب محمود فتح الله الددو ميامي نائل أبو همطش بالآخر نضال رامي عبد الله نيكول أحمد السعيد هاشم يزن صبري يارا عمر أبو غوش ياسمينة كمال الشبعان يحيى ياسر السكجي
يوسف إيهاب مرقة. بدي أطلب من السيدة مجد الشياب والدة يزن الغول من KG2F، هي خريجة عنا، لأخذ صورة تذكارية على المنصة مع ابنها. KG2C مس جمانة جريسات، مس أفنان العموش، أمير عوني ضراغمة، بانا أحمد حجازي، تاليا أيمن زيادة، تحسين إيهاب مرقة، سارة معتز منصور، سمير محمد فرح، سيلين علاء البلبيسي، عبد الرحمن محمد البيطار، عزمي رامي الخفش، عمر أحمد العبد الله، عمر سامح كمال، ماريا سامح السعيد، محمد نضال الشايب، مريم صالح محمد، هاشم أحمد ترتير،
هاشم أنس شريم. هذال سعدون الشاوي. هيا رامي الخفش. ياسمينة ياسر المعاني. KG2E مس زينة يعقوب مس لمالا أوز. أحمد هيثم الخطيب. آدم محمد حاج ياسين. جودي رائد الشلبي. حمزة أسامة بريوش. زينة تامر قمحية. سامي يزن سكجها. سلمى لؤي عبد الرحمن. سلمى محمد خلف. سيلينا عصام الشحروري. طلال عمار حيدر. عبد الله أنس الخليل. عمر شوكة شقم وهو ابن خريج أكاديمية عمان السيد شوكة شقم، فلتتفضل والدته لأخذ صورة تذكارية معه لغاية لسفر الوالد. استنى عمر. كرم وليد بدوان. لارا رائد السقا.
محمد إسماعيل العبد الله، ابن خريجتنا، ابن خريجتنا السيدة عليا مريان، فلتتفضل لأخذ صورة على المنصة. معلش بدي أطلب من السيد عصام الشحروري برضو خريج أكاديمية والد سيلينا يتفضل لأخذ صورة معها. يلا يا سيسي. هاي سيلينا. نايا يزن الدراوشة. سيزار صوبر. نور عليان الحنيطي. هاشم نعيم الجبالي. هشام عمر شعراوي. وسيم شادي سماوي. يزن محمد شرعان. KG2D مس لارا مشيني، مس فيليبا هاردينغ. تولين وليد الشيخ. تيسير مالك النجداوي. جنى إياد الرموني.
جوي رامي الفخوري. دلارة بندر علي. ركان طارق شحاتيت. رعد فيصل الحصري. زيد فهد الفايد. سيف نضال أبو صبيح. صخر يوسف عمر. قلبي. عبد الله أحمد أبو خديجة. كرم باسل شحاتيت. مايا رجاء عماري. محمود أسامة بريوش. مشهور عمر سلامة. هيا زياد عميش. هيا هاني هويدي. وليد معتز البنية. وأخيرا وليس آخرا KG2B مسدان حمود مسمي جرادة. إبراهيم رائد بيترو. تاج رامي عبيد. Thank you.
تاليا سميرة بابعة، تيم جودة هواش، جوري محمد خير الحايك، زيد صهيب السكجي، زينة أنس ربابعة، سند محمد أبو عبده، سند زيد السعودي، شام مهدي ديباجة، طلال علاء المراشدة، فارس محمود شناق، فيصل طراد الفايز، كريستوفر جورج فرحات، كريم يزن قمحاوي، ميرال معاذ المبيضين، هند عادل النابلسي، أهالينا بس بدي أذكر شغلة قبل ما نشكر سمو الأميرة، بدي أذكر شغلة لذيذة كتير، دفعة النجوم قدي لذيذين، خرجتهم صاحبة السمو الأميرة عباس، الأميرة سيما عباس،
التكوين البقاء في أماكنكم حتى مغادرة صاحبة السمو. شكرا صاحبة السمو، شكرا، نشكر كثير، شرفتينا ونورتينا اليوم. أهالينا بدي أطلب منكم تضلوا قاعدين لحين خروج صاحبة السمو الأميرة.